المخرج يهاوشك يا ريلام ولا لا؟ لا يعني حنا اللي نسوي زي كذا، لأنه حنا بعض الأحيان نصير ما حفظنا وزي كذا، فيعني هو يتعب وزي كذا، ف يضطر إنه يعصب. وليها 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 حبيبتي. طيب إذا عصب المخرج وش يسوي؟ يعني أصدور يهاوش بعض الأحيان، لأن نصير إحنا ما حفظنا. طيب وإذا صرتوا حافظين كيف يصير المخرج؟ طيب مهاب، بكل صراحة إيش رأيك بالمخرج؟ ميمي بدون مجاملات مرة كي يهاوش ولا لا؟ بعض الأحيان. ليش؟ متى ممكن يعني عصب النهار بيوقع؟ يلا يقول شو يقول؟ النهار بيوقع بسرعة، البسوا احفظوا، احنا ما ندري نروح هناك ولا هناك. وشلون شفت تعامل المخرج معك؟ كويس ولا في شيء؟ انس ان الاستاذ تامر موجود مو موجود؟ ايه عادي، قل خذ راحك. وش يعني مزعج التعامل معه ولا كويس ولا وشلون؟ كويس. هم انت من المؤيدين ولا من المعارضين؟ طيب لو حصل لك انك تسوي تجربه ثانيه مع المخرج تامر زين، توافق ولا لا؟ ليش؟ لو حصل لك مسلسل ثاني مع المخرج تامر زين، توافق ولا لا؟ لا. ليش؟ لأن المخرج تامر يهاوش، بس المشكلة مني مو المشكلة من المخرج. يعني المفروض توافق صح؟ صح. يعني بتوافق ولا لا؟ إلا بوافق. طب وكلامك اللي تو لا؟ ها؟ تو قبل شوي قلت لا. بعالج المشكلة من عندي من الحفظ. طيب لازم يا باري تحط في بالك إنك أنت ممثل، خلاص الممثل لازم يحفظ، لازم يفهم. اتفقنا؟ اتفقنا. أكيد؟ أكيد.